السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في عالم اللغة الإنجليزية. إذا سوف أقترح لكم أنشطة متنوعة، هيا بنا نتعرف على حصة اليوم. فرانكي ذا فروغ يحييكم أيها الأطفال الأعزاء ويقدم لكم حصة اليوم من تعلم اللغة الإنجليزية. Listen and march. I love animals. لاحظوا جيدا هذه الأعداد من 7 8 9 10 باللغة الإنجليزية. أقترحكم الجواب 7 7 8 8 9 9 10 10 7 8 9 10 7 8 9 and 10. جيد، إذا تتم الأنشطة. لاحظوا جيدا، true or false check. ماذا تضع علامة في الجواب الصحيح؟ إذا هناك خانات خاصة بالصحيح true، هناك خانات خاصة بخطأ false true or false. Number nine، لاحظوا جيدا العدد 9. Number nine is black and pink. True or false? Number 7. لاحظ جيدا. Is purple and orange. True or false? Number 10. Is yellow and black. True or false? Number 8. Is orange and green. True or false? And read the number and write the colors. 7. Look again. انظر جيدا. 7. Which color it is? ما لون العدد أو رقم 7. 7. 8. 9 and 10. إذن أقدم لكم الأجوبة بعد قليل. أيها التلاميذ الأعزاء، فرانكي يحييكم ويقدم لكم التصحيح. هيا بنا نتعرف على التصحيح لهذه الأنشطة. إذن أقدم لكم التصحيح أيها التلاميذ الأعزاء. إذا تعرفتم في السابق على الأعداد 7 8 9 and 10. True or false? Check. Number 9 is black and pink. Is false. Number 9 isn't black and pink. Look. It's false. Number 7 is purple and orange. Look. انظر جيدا إلى العدد 7. اللون بنفسجي وكذلك برتقالي. Number 7 is purple and orange. It's true. Number 10 is yellow and black. Yes, it's true. Number 8 is orange and green.
orange and green. It's false. It's false. Read the number and write the colors. For example, 7 is purple and orange. Purple and orange. 8 is orange and brown. It's not green. It's orange and brown. 9 is gray and orange. 9 is gray and orange. Gray and orange. Number 7 is purple and orange. Number 8 is brown and green. Is brown, brown, look, is brown and green. 10 is yellow and black. 10 is yellow and black. 9 is gray and orange. Is gray and orange. Purple and orange. Brown and green. Gray and orange. Yellow and black. 7, 8, 9, 10. إذن نقدم لكم أيها الأطفال الأعزاء أنشطة أخرى على الحساب، ذلك في إطار I love animals. Count and write the numbers. Count and write the numbers. For example, there are rabbits here. There are squirrels. There are birds. There are turtles. Count the number. قم بحساب عدد الأرانب الوردية ثم قم بعد الأرانب الزرقاء pink rabbits and blue rabbits brown squirrels قم بعد عدد السنجاب سنجب البنية وعدد السناجب الرمادية كذلك قم بعد عدد الطيور الحمراء وعدد الطيور الصفراء كذلك هنا كم عدد السلحفات الكبيرة وكم عدد السلحفات الصغيرة big turtles and little turtles وكتابة عدد صاحب اللغة الإنجليزية هنا في الأماكن الفارغة. إذن فرانكي سوف يقدم لكم الحل. إليكم الحل أيها التلاميذ الأعزاء. لاحظوا جيدا عدد الأرانب الوردية. هناك 7 أرانب وردية. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 7 pink rabbits and 5 blue rabbits. 1, 2, 3, 4, and 5. 5 blue rabbits.
نلاحظ السناجب، هناك نوعين من السناجب حسب اللون، سناجب رمادية وسناجب بنية. For example، لاحظوا عدد السناجب البنية الموجودة هنا: brown squares 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن تقريبا هناك 8 أرانب بنية 1 2 3 4 5 6 7 and 8 8 brown squirrels and 4 gray squirrels. إذن هناك تقريبا 4 أرانب رمادية 1 2 3 4 and 4 gray squirrels. لاحظوا عدد الطيور الموجودة هنا، هناك نوعين من الطيور حسب اللون، هناك طيور حمراء red birds، وهناك طيور صفراء yellow birds. هيا لنقم بعد عدد الطيور الحمراء 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 red birds and 3 yellow birds. إذن هناك 3 طيور صفراء 3 yellow birds، هناك 10 طيور حمراء 10 red birds. إذن هناك سلحفاات تورتوس، لاحظوا جيدا هناك سلحفاات مختلفة من حيث الحجم، هناك سلحفاات صغيرة وهناك سلحفاات ضخمة وكبيرة. إذن هناك سلحفتين كبيرتين two big turtles، هناك كذلك سلحفاات صغيرة and 10 little turtles and 10 little turtles تورتوس. إذن هناك سلحفتين كبيرتين هنا two big turtles، هناك كذلك 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 9 and 10 10 little turtles. إذن هناك 10 سلحفات صغيرة وسلحفتين كبيرتين two big turtles. إذا نكتفي بهذا القدر أيها التلاميذ الأعزاء، وللقاء آخر مع I love animals وصديقكم الوفي the frog Frankie. إلى اللقاء، goodbye.